معلش بس كنت ناسي حاجة، موضوع يوسف البلاي. يوسف البلاي يا جماعة، لما اتكلمنا على موضوع قطر القطري وفسخ عقد يوسف البلاي، ناس كتير قالت لك لا، بلاي اللي رايح أوروبا، بلاي اللي رايح فرنسا، بلاي اللي رايح أولمبيك ليون، بلاي اللي رايح الدوري الإنجليزي، بلاي اللي رايح فيا ريال. ماشي، كنا قاعدين. ماشي يا جماعة، يا ريت والله، بنتمنى كل التوفيق لبلاي، ونتمنى إن احنا نشوف بلاي موجود في أوروبا. بس بالعقل والمنطق، بلاي 29 سنة، بلاي عقليته، شخصية يوسف البلاي ما تنفعش في أوروبا من غير زعل. يوسف بلاي لعيب كوره عالي جدا 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 جدا، بس شخصيته فيها مشاكل كتير، بيعمل مشاكل كتير مع المدربين، مزاجنجي. المدير الفني اللي يحبه ويحب يشتغل معاه بيطلع افضل ما فيه. المدير الفني اللي بلاي مش عايز يشتغل معاه، يوسف بلاي بيكرف منه والموضوع بيبقى ضايع اساسا. فيوسف بلاي العقليه بتاعته دي تصلح للخليج. ليه بقى الخليج؟ لان من الاخر كده لعيب الكوره بيدور على الاموال. ليه بقى الاموال؟ لان لعيب الكوره مسيرته بتبقى عباره عن 10 سنين لما فوق 10 سنين، وبعد ال10 سنين دول بتتنسي، الجمهور بينساك، الاضواء بتروح من عليك، بيفضل لك الخبره اللي عملتها من ال10 سنين مسيرتك. يوسف البلاي لما جاله عرض واضح من الدحيل القطري ان احنا على استعداد ان احنا نخلص معاك في كل التفاصيل اللي انت عايزها، بلاي بصراحه كان زيه زي اي رد فعل لعيب كره عادي، هيسيب اللي وراه واللي قدامه ويروح قطر يتفاوض مع اداره الدحيل. بصراحه من غير اي زعل، شابو يوسف البلاي، رحم الله من عارف قدر نفسه. انا ما اقدرش ان انا التزم الا في الدوري القطري، ما اعرفش العب غير في الدوري القطري، مزاجي ما يمشيش معايا الا الدوري القطري. بس هو الموضوع سهل وبسيط، هو الراجل عرف هو فين وعرف هو رايح ازاي، وخلاص لازم انت تشجعه. انما تقول يا ده يعطي موهبتك ومكانك اوروبا ومكان، هو عارف نفسه. بس انا بكيف انا من الشخص ده، بكيف انا من لعيب الكره اللي انا عارف انا راح انجح هنا، انا عارف هنا هبقى مستقر، انا عارف هنا ماديا هاخد عائد مادي كبير. لان من غير زعل، بلال لو راح مارسيليا هياخد كام اسبوعين؟ مش هياخد فلوس، مش هتكون فلوس. بلال لو راح انجلترا هياخد كام اسبوعين؟ برضه مش هتكون فلوس. انما بلال لو راح قطر في الدحيل القطري هياخد 5 6 7 اضعاف الفلوس اللي كان هياخدها هنا. فبالنسبه لي كلاعب كوره، لا، مستقبلي اولى ومستقبل اطفالي اولى. لما سالوا اوسكار، لا انت ليش سبت تشيلسي ورحت تلعب في الصين؟ قال لهم عادي، انا بدور على الاموال. قال له طب والمنتخب؟ قال لك المنتخب مش هياكل اطفالي هو او تشيلسي بعد ما بطل كوره. فلازم لعيب الكوره بيكون باصص لما بعد ما بطل كوره، لا اكتر ولا اقل. وبعدين احنا شايفين عزيزي، في لعيبه بتتوافى في الملعب، في دنيا مش سالكه. فانت هي الكوره بقت كده يا جماعه، من غير زعل، هي الكوره بقت كده، بقت موضوع اموال وجني اموال. وانا من اكتر الناس اللي كلمته في حوار رمضان صبحي، من اكتر الناس اللي شنته في حوار رمضان صبحي، ولسه مصمم ان انا لو مكان رمضان صبحي كنت اخترت نفس الخيارات دي. لان هي الكوره كده، احنا مش جايين هنا نبيع سبعه، احنا جايين هنا نحاول ندور على اكتر فلوس نقدر ان احنا نحوشها علشان بعد ما نبطل كوره ما نتحوكش لحد، وربنا ما يحوج حد لحد. عزيزي، احنا هنا على يوتيوب مالناش دعوه بالكوره، وربنا احنا هنا للاسف بنحتاج انك تعمل لايك او سبسكرايب لو الفيديو عجبك. اما لو ما عجبكش بقى، فيا ريت نحترم، يعني كل واحد يحترم رايه او راي التاني في الكومنتات، معلش يعني من غير زعل.